نعم دكتورة موجودة. تمام، يلا راح ان شاء الله نبدأ المختبر. حسوي ريكورد. The recording has started. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح نشرح مختبر 3 Component System Lab 3. محادثتكم مدرس زينة داود بالاشتراك مع زميلتي مدرس مساعد هبة صباح. In the beginning, comparison between two component and three component system. بالمختبر السابق شرحنا التو كومبوننت سيستم، وهذا المختبر راح نشرح الثري كومبوننت سيستم. راح نسوي فد مقارنة بين التو كومبوننت اند ثري كومبوننت. التو كومبوننت تتألف من تو ماتيريال، while ثري كومبوننت ثري ماتيريال. نمبر 2، التو كومبوننت draw on ordinary graph paper، while ثري كومبوننت راح نسويها draw on triangular graph paper، ورقة مثلث. بالتو كومبوننت الفاكتورز affecting are temperature and concentration. مثل ما شرحنا بالمختبر السابق انه التمبريتشر تأثر لي على التو كومبوننت، كل ما زيدنا التمبريتشر راح تزداد المسيبيليتي، تتحول من تو فيس الى سنجل فيس. While in this experiment بهاي بهذا اللاب راح نشوف انه الكونديشن تكون under constant pressure and temperature، ما راح نزيد لا temperature ولا pressure، تكون ثابتة. The two components tie line is always parallel to baseline، دائما tie line موازي للبيز لاين بال two component system، while بال three component system tie line may be parallel or not. إن شاء الله بالمختبر الجاي راح نعرف شلون نرسم tie line وشنو هي الحالات يكون parallel موازي للبيز لاين وش وقت يكون لا. Example of two component system هو phenol water system. Example of a three component system acetic acid, chloroform and water system. هذا الدايجرام يشوفنا التو كومبوننت سيستم. درسنا تأثير ال concentration وتأثير temperature وشلون من تزداد temperature يتحول من two phase إلى one phase، ورسمنا البينودال كيرف وعرفنا إنه any system inside the binodal في داخل البينودال هو two phase system، while any system outside the binodal حيكون one phase system. الدايجرام الثاني هو المثلث triangular graph paper اللي خاص بال three components. همينا نرسم البينودال، وهمينا inside the binodal any system موجود في داخل البينودال هو two phase system، وany system outside the binodal هو one phase system. طيب احنا نريد نعرف شلون حنتعامل ويا التريانجولار جراف بيبر، شلون نرسم، شلون نحدد النقاط. اكو رولز، هاي الرولز تساعدنا في عمليه تحديد النقطه ورسمها. رولز ريليتينج تو تريانجولار جراف بيبر او تريانجولار دايجرام. نمبر 1، each of the corners or apexes of the triangle represent 100% by weight of one component A, B, and C. As a result, the same apex will represent 0% of the other two components. أني إذا كنت طالب مثلكم راح تجيني الورقة المثلث هيجي، ورقة بيضاء بس مثلث ما بيها أي تأشيرات ما بيها أي رموز، فأني أخذ هاي الورقة شنو حبدي أسوي بيها حسب رول نمبر 1. أول شيء رول نمبر 1 إنه each corner represents 100% of one component. أني عندي بالتجربة مالتنا بهذا المختبر 3 component system، أما ABC XYZ مثلا أستك أستك كلوروفور موتر أي expression. من تطيني أول شيء أوزع الرموز، مثلا هنا وزعت A B C، كل كورنر
هاي النقطة مع الكورنر تمثل لي 100% weight by weight of one component. يعني بهاي النقطة تمثل لي تركيز البيب هو 100% weight by weight و 0% of A and C. الكورنر الثاني هذا يمثل لي 100% weight by weight of المادة C و 0% of A and B. الكورنر الثالث هذا يمثل لي 100% weight by weight of A و 0% of B and C. إذا كل كورنر بالمثلث يمثل لي 100% of one component و 0% of other two components. أكو معلومة لازم نعرفها، هذا المثلث سواء بالكورنر أو سواء على اللاين مالته أو في داخله أي نقطة لازم تكون percent weight by weight. يعني إذا أعطيتكم أرقام grams, mol, weight by volume, percent كلها ما يصير تطبق على المثلث، فقط percent weight by weight نحولها. يلا نطبقها، أي نقطة نقراها percent weight by weight. الرول الأول اللي تكلمنا عليها أول شيء نوزع المواد، ثاني شيء إنه each line divided 100 units، يعني اللاين BC اللاين BC يتقسم مثل ما تشوفون 10 20 30 40 50 60 70 80 90 لحد ما نوصل 100% weight by weight. طبعا احنا قبل ما نقسم لازم نخلي الدايركشن الاتجاهات، الاتجاهات نخليها بالمثلث. الاتجاهات اما تكون clockwise او counter clockwise باتجاه عقارب الساعة او عكسها، احنا عادة بالمختبر نرسمها بهذا الرسم باتجاه عقارب الساعة. فأول شيء نوزع العناصر، ثاني شيء نخلي الاتجاهات، ثالث شيء إنه each line نقسمه يعني 100 equal units حسب الاتجاه. فمثلاً هنا اللاين BC نقسمه 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 لحد ما نوصل 100% weight by weight of C. طبعاً إحنا نقرأ حسب رأس السهم وين يشير. هنا همينا اللاين CA همينا 10 20 30 40 حسب اتجاه السهم، احنا بدنا نخلي التأشيرات 60 70 80 90 لحد ما نوصل 100% من المادة A. اللاين AB ايضا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 لحد ما نوصل 100% من المادة B. اذا أول رول نوزع الكومبوننت، كل كورنر يمثل لي 100% of one component و 0% of other two components. ثاني شيء نخلي الاتجاهات ورأس الاتجاه أو رأس السهم يمثل لي الزيادة بالمادة، يعني هنا 10 20% weight by weight of C، 30% weight by weight of C، 40% weight by weight of C وهكذا. يعني رأس السهم يمثل الزيادة بالconcentration of C، هنا رأس السهم يمثل لي الزيادة بالconcentration of A، هذا السهم يمثل لي الزيادة بالconcentration of B. فنقرأ باتجاه رأس السهم، يا عنصر هو اللي نقرأ. هاي الرول نمبر 1. رول نمبر 2، the three lines joining the corner points represent two component mixture of the three possible combination of A, B and C. Rule number 2 انه كل ضلع من اضلاع المثلث يمثل لي، اذا اكو بي سيستم فراح يمثل لي two component system. مثلا هذا اللاين X, Z. Any system موجود على هذا اللاين، مثلا السيستم M، هاي البلو بوينت M،
هاي تتألف لي من two component system اللي بيها x وبيها z. نيجي على اللاين الثاني، الضلع الثاني مال المثلث zy. هذا اللاين zy مال المثلث any system موجود على هذا اللاين مثل النقطة M تتألف من two component system بيها z وبيها y. نجي على اللاين الثالث ال y x. any system موجود على هذا اللاين مثل النقطة F هي two component system بيها مادة x وبيها مادة y. طيب لو نرجع إلى النقطة M اللي موجودة على اللاين x z، قلنا هي two component system بها مادة x أو الكومبوننت x والكومبوننت z. طيب أريد أعرف concentration of x و z، تعتمد على position of the point على اللاين وين واقفة. لو نجي هنا هاي النقطة M راح نشوف بها 60% واقفة على النقطة 60% 60% of z، لأنه رأس السهم إما يشير إلى z. إذا تحتوي على 60% of z weight by weight of z و 40% weight by weight of x، الباقي من 100% هي المادة x. نجي على النقطة F، هاي النقطة red point F. هاي النقطة هي two component system يحتوي على الكومبوننت x والكومبوننت y. الكميات مالتها تعتمد على position of النقطة وين صايرة. صايرة بالميدوي between ال x وال y، صايرة بال50%. فإذا تحتوي على 50% weight by weight of x و 50% weight by weight of y. ناخذ مثال آخر هي ال point N، ال black point N. هاي ال black point 8 هي two component system تحتوي على y و z two component. هاي two component system اللي تحتوي على ال y و z ايش قد بيها y وايش قد بيها z. اذا نرجع على ال position الواقفه بيه فهي 70% weight by weight، 70% weight by weight of منو of y و 30% of z. ليش قلنا 70% of y؟ لانه اتجاه السهم يشير الى ال y، القراءه تكون الزياده بال y. فهسه عرفنا من الرول نمبر 1 انه كل كورنر ان بي one component system تركيزه 100%. الرول نمبر 2 كل ضلع من اضلاع المثلث أي نقطة موجودة به فهي two component system. رح نجي إلى rule number 3. The area within the triangle represent all possible combination of A, B and C to give three component system. rule number 3 يقول لي إنه any point موجودة inside the triangle في داخل المثلث هي three component system. فمثلاً هاي red point M، طبعاً هنا أنا بالمثلث كنت لا تبرعون على هاي الخطوط الحمراء، أنا بعدين سويتها على مود أشوف الconcentration. فهي عبارة عن مثلث وأكو نقطة حمراء، وبالسؤال مثلاً يجيكم هاي النقطة الحمراء النقطة M شقد شنو بيها مكونات وشنو تراكيزها. فهي هاي النقطة M حسب الرول نمبر 3 هي 3 component system تحتوي على X و Y و Z. طيب إذا أريد أعرف إيش قد بيها X، إيش قد بيها Y، إيش قد بيها Z، شلون أطلع؟ أكو طريقة بسيطة أتمنى تحفظوها. مثل ما قلت إنه تحتوي على X و Y و Z، نجي على أول component. هاي النقطة إيش قد بيها X؟ الطريقة إنه نرسم خط، هذا الخط المنقط الأحمر، نرسم خط يمر بالنقطة يوازي ضلع ويقابل الزاوية اللي أريد أقراها وأقرب اتجاه السهم، السهم يشير إلى المادة اللي أريدها. رسمنا هذا الخط ولازم يمر بالنقطة ويكون موازي الضلع المثلث مقابل للزاوية اللي أريد أقراها وأقرب اتجاه السهم.
مديته طلعت 50% weight by weight. إذا النقطة M تحتوي على الكومبوننت X بنسبة 50% weight by weight. طيب السيستم M يحتوي على X, Y, Z. أريد أعرف إيش قد بي Z. نفس الشيء أنا أريد أعرف هذا. همينة أرسم خط يمر بالنقطة يوازي ضلع ويقابل الزاوية اللي أريد أقراها وأقرأ باتجاه السهم. رسمت هذا الخط يوازي الضلع XY ومقابل للزاوية Z وأقرأ باتجاه السهم. نانا عندي 20%. إذا السيستم M يحتوي على 20% weight by weight of Z. بقالي بس component Y إيش قد تركيزه بالسيستم. أكو طريقتين، أما أقول ال Y equal to 100 minus 50 plus 20 فراح يساوي لي 30% weight by weight or the same method. يعني همينة أني أريد هذا الكومبوننت وهي هاي النقطة، أرسم خط يمر بالنقطة يوازي الضلع من أضلاع المثلث ويقابل الزاوية اللي أريد أقراها وأقرأ باتجاه السهم. فمن مديته طلعت لي هذا الرقم هي 30% وهو تركيز الكومبوننت Y. الرول number 4. If a line is drawn through any apex to a point on the opposite side, then all systems represented by points on such line have constant ratio of two components. شنو يقصد بهذا الرول؟ هذا الرول انه اذا رسمنا line يمتد من any corner أو apex أو زاوية من زوايا المثلث، رسمنا خط إلى نقطة بالopposite side، يعني رسمنا هذا اليلو لاين. فأي سيستم موجود على هذا اللاين مثلا السيستم M أو السيستم A فراح يحتوي على constant ratio of two components اللي المفروض هي ال Y وال Z، حيكون constant ratio. حتى نتأكد من كلامه لازم نثبتها بالأرقام. فأني نفترض أنه عندي سيستم M Red Point M وعندي سيستم A هاي Green Point A. نجي على سيستم ونشوف مكوناته وبعدين نسوي الراتيو ونقارن بين two system. السيستم M أي سيستم موجود داخل المثلث هو three component system. هسا أنا أعيد الرول نمبر 3 همينة وهمينة أكمل للرول نمبر 4. Any system موجود في داخل المثلث هو 3 component system. فهذا system M هو 3 component system يحتوي على ال components X, Y و Z. تمام؟ أنا أريد أعرف إيش قد بي X, إيش قد بي Y, إيش قد بي Z. هاي النقطة M. أنسى النقطة A. نظري فقط على هاي النقطة. أريد أعرف إيش قد بيها X. نفس الطريقة أرسم خط يمر بالنقطة يوازي ضلع يقابل الزاوية اللي أريد أقراها أقرأ باتجاه السهم. هنا 60% weight by weight of X. هذا السيستم M يحتوي على 60% weight by weight of X. عرفنا أول مادة. هسه نريد نعرف ايش قد بي زيت. هذا النقطة M ايش قد بيها زيت. أرسم خط يمر بالنقطة يوازي الضلع ويقابل الزاوية. الزاوية زيت اللي أريد أعرفها. فرسمت هذا الخط وأقرأ باتجاه السهم. هنا هاي النقطة. إذا ايش قد النقطة زيت؟ هاي 20% weight by weight. آخر شيء أريد أعرف Y بهاي النقطة إيش قد نسبة Y. أما أنه أرسم خط يمر بالنقطة يوازي الضلع ويقابل الزاوية Y وأقرب اتجاه السهم
بهاي النقطة عندي 20%، أو إنه أقول y equal 100 minus 60 plus 20 فراح يساوي لي 20% weight by weight. هاي طلعنا إنه composition of a system M. نفس الشيء نطلع composition of a system A. همين الـ A هو نقطة أو system موجود في داخل المثلث. أي system موجود داخل المثلث هو 3 component system يحتوي على المادة X و Y و Z. تمام؟ فما دام عندي مادة X و Y و Z فأنطلع الconcentration مالتهم بنفس الشيء. هاي النقطة أنسى هاي النقطة بعد بروح بس على A. مثلا أريد أطلع الـ X، إيش قد هذا الـ X؟ أرسم خط يمر بالنقطة يقابل الزاوية اللي أريد أقراها الـ X ويوازي الضلع من أضلاع المثلث وأقرب اتجاه الـ رأس السهم اللي يأشر لي إلى الـ X. فهنا أنا الـ Green Point A تحتوي على المادة X بمقدار 20% weight by weight. The same إذا أريد نشوف تركيز المادة Y أو تركيز المادة Z بهاي النقطة. همينة أرسم، أنا بدي أعرف إيش قد بها Z. أرسم خط، حرسم هذا الخط. يمر بالنقطة، يوازي ضلع، ويقابل الزاوية Z. أقرب اتجاه السهم، يطلع لي هاي النقطة. هي 40% weight by weight. وأيضا الـ Y أطلعها عن طريق أنه أنقص 100 من مجموع الـ X والـ Z فراح تطلع لي 40% weight by weight. الروش يقول لي أنه إذا رسمنا any system على هذا اللاين فراح يحتوي على constant ratio. لو نجي إلى النقطة الأولى الـ ratio Y to Z، الـ Y طلعته 20% والـ Z 20%، فـ 20 على 20 يساوينا 1. النقطة A هم أريد الـ ratio مال Y to Z إذا أطبقها بالأرقام اللي أنا طلعتها راح يساوي لي 40 over 40 equal 1. إذا الـ ratio مال 2 system هاي Y to Z راح يساوي لي 1. وإذا رسمنا غير نقاط همين على هذا اللاين الأصفر همين الـ ratio Y to Z راح يساوي لي 1. إذا الـ rule number 4 طبقناها بالأرقام وعرفنا الـ constant ratio. هسه راح نجي على rule number 5. Any line draw parallel to one side of a triangle represent ternary system in which the proportion or percent by weight of one component is constant. يعني شنو؟ إذا رسمنا خط موازي لأحد أضلاع المثلث، هذا الخط الأزرق، فأي system موجود على هذا اللاين راح يحتوي على constant amount of one component. هو أي سيستم موجود على هذا اللاين مثل النقطة أو السيستم K أو السيستم M هو 3 component system يحتوي على X و Y و Z. بحسب الرول نمبر 5 واحدة من الـ component أما X أو Y أو Z هو ثابتة لكل النقاط الموجودة على هذا اللاين. خلينا نشوف من هو اللي ثابت. هنا النقطة M الـ X من حسبناها طلعت 40% weight by weight والـ Z 30% weight by weight والـ Y 30% weight by weight. الـ System K الـ X مالته 40% weight by weight، الـ Z 50% weight by weight والـ Y 10% weight by weight. فحسب الـ Data اللي أنا طلعتها إذا أي System موجود على هذا اللاين القيمة الثابتة من الـ Component هي القيمة X، لأنه أي سيستم موجود هنا دائما حيكون الـ X يساوي لـ 40%، سواء هنا سيستم هنا سيستم. أهم شيء أي سيستم موجود على هذا الـ Blue Line تركيز المادة X هي 40%. لهنا أنا خلصت الرول إنه أكو نقطة على المثلث وأريد أعرف الـ
مكونات مالتها. هسه بالعكس، أنا أعطيكم المكونات وأقول لك ارسم هاي النقطة. يعني لو بالسؤال إنه ارسم لي points بيها، طبعاً three component system بيها مادة A و B و C، A و B و C معناها إنه هاي النقطة موجودة في داخل المثلث. أعطيتك تراكيز كل مادة، شلون راح نرسمها؟ أولاً إحنا من تجينا ورقة المثلث نوزع العناصر الـ A والـ B والـ C ونكتب على كل واحد 100% weight by weight، وبعدين نرسم الاتجاهات باتجاه عقارب الساعة. هاي قبل ما نبدأ أصلاً نحل، نوزع العناصر ونخلي الاتجاهات وبعدين نسوي التقسيمات حسب الاتجاه. كملنا التقسيمات، وزعنا العناصر، سوينا الاتجاهات، نبدأ نحل. النقطة اللي أريد أرسمها بيها المادة A تركيزها 20% weight by weight، راح أجي إلى الـ A هنا، أنا أريد أرسم على الضلع الـ CA أو أرسم على الضلع الـ AB، راح أختار أنه أحسب 20% على الضلع CA. ليش؟ حسب ما قلت لكم أعتمد على القراءة حسب اتجاه المثلث، اتجاه السهم. مثلا هنا الـ A يا السهم يأشر على الـ A، هذا الـ CA، فإذا هنا 20% مال A هي هذا المربع الأخضر، مجرد أخلي فد مربع دائرة، مدار النقطة A 20%. هاي الخطوط بالنص ما لكم علاقة، بعدنا ما واصليها، مجرد انه حددت الـ 20% of A وين صايرة، هذا المربع الأخضر اللي جوا. هسه راح نجي على الـ B، الـ B هو 10% weight by weight، هو هنا الـ B، آخذ هذا اللاين وهذا اللاين، لاين AB or BC، آخذ اللاين AB، why؟ لأنه اتجاه السهم يشير إلى الـ B، إذا هاي التدرجات كلها خاصة للـ B. هو بالسؤال رايت 10% من الـ B، إذا هاي هذا المربع الصغير الأحمر هي 10% of B. تمام؟ نجي إلى C، هو 70%، هنا هو C، أخذ الضلع BC or CA، أشوف الرأس السهم اللي يشير لي إلى C، أخذه هو بالتدرجات مالته، إذا أخذ اللاين BC، أشوف 70% مالته وين واصلة؟ هنا، أسوي فد مربع، هنا أشرت لكم إياه بالأصفر، إذا أنا صار عندي ثلاث نقاط. الـ 20% A، 70% C، و 10% B. هاي النقاط أحاول أنه أقاطعها بخطوط، يعني هذا النقطة الصفراء راح أنزلها لي جوا، والنقطة الخضراء أصعدها لي فوق، والنقطة الحمراء أمدها ويا خطوط المثلث لحد ما يتقاطعون دول الثري لاين بنقطة واحدة. لازم من نجر الخط، اولا نجره بقلم رصاص، ثانيا نجره باتجاه خطوط المثلث، يعني مو انحرف، يعني ويا خطوط المثلث لازم اما يكون على الخط او موازي اليه. ثالث شيء وكلش مهم باستخدام المسطره، مستحيل ترسم بايدك وحدها، لازم استخدام المسطره، لانه اي انحراف هذا قيمه، هذا كله تدريجات فيطلع القراءه خطا. فنرسم بالمسطره، نمد النقطة B و A و C، أنا صار عندي هاي النقطة هي نقطة التقاطع، هاي النقطة هي أعطيها فد رمز، مثلا أقول M R، فهي هاي النقطة مع السؤال مالتي، وإنه هيجي أنا عرفت النقطة اللي مقصودة بالسؤال. هسه راح نتكلم عن البروسيجر، إحنا هاي البروسيجر ما راح نشتغلها، بس راح أشرحها بصورة سريعة، وأريد همينة تعرفون شلون في حالة إنه أنا عندي جرام شلون أحولها إلى percent weight by weight حتى أرسمه على المثلث. يعني أنا مثل ما قلت لكم المثلث كل الأشياء الموجودة به هي percent weight by weight. فراح
راح نتكلم هسه على البروسيجر. البروسيجر يطلب مني prepare 10 gram of the following combination of acetic acid, chloroform and chloroform. 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% and 90% weight by weight of acetic acid and chloroform. أسوي هاي التحضيرات، أخليها بسمول كلين دراي conical flask which form single phase system. من أخبط الكلوروفورم والأستيك أسيد راح أشوفه أنه single phase system لأنه الأستيك أسيد والكلوروفورم ومسبل. To this mixture number 2 slowly added water from a burette until a turbidity just appear. بعدين أسوي له titration، أخلي بالبيوريت water وانزل دروب باي دروب من الووتر لحد ما يصير عندي تربيديتي، يصير فتيجي سحابه بيضاء، هيجي يصير فت عكر السوليوشن، اوقف واحسب كميه المي اللي نزلتها الاند بوينت، ايش قد فوليوم من الووتر استهلكته. بالبروسيجر اخلي ببالي انه قانون سبيسيفيك جرافيتي ويت على الفوليوم، والسبيسيفيك جرافيتي مال الاستيك اسيد 1.009 يعني واحد نعتبرها، ومال الووتر احنا نعرفها واحد فقط، مال الكلوروفورم هي 1.4. فحسب اللي هو يريده نقسم الجروبات الى 6 وكل جروب يحضر لي تركيز، مثلا 5% 20 40 70 80 راح يحضرون 6 تراكيز. فمن نحضر 6 تراكيز معناه سوينا 6 نقاط نقدر نرسمها على المثلث، كل جروب مسؤول عن نقطة. فمثلا نحكي عن أول جروب، المطلوب يحضر 10 جرام من 5% weight by weight of acetic acid in chloroform. احنا ما نريده بالمية، نريده بال 10 جرام، يعني يساوي من الأستيك أسيد 0.5 ومن الكلوروفورم 9.5 جرام. زين، أنا ليش هنا بهذا الكولوم خليت مول وجرام نفسه مال الأستيك أسيد؟ لأنه سبيسيفيك جرافيتي مالته قلنا تقريبا واحد، فعدد المولات نفس عدد الجرامات هو والمي، بس الكلوروفورم هنا هو بالجرام أحوله للمول أقسمه على سبيسيفيك جرافيتي 1.4 مال الكلوروفورم يطلع لي هالقد مول. ليش حولته بالمول؟ صار عندي كولوم مول من الكلوروفورم من الأستيك أسيد، لأنه بالتجربة أنا يعني هو بالمختبر الأستيك أسيد والكلوروفورم هما سوائل، فلازم أعرف حجمهم حتى أقدر أشتغل بيهم. فطلعت الحجم، فمثلا الجروب نمبر 1 راح يخلي لي 0.5 مول من الأستيك أسيد ويخلي 6.79 من الكلوروفورم بالكونيكال دراي كونيكال فلاسك، وبعدين يسوي تايتريشن بالووتر. Number 3, obtain a miscibility curve by calculating the percent weight by volume of each component in turbid mixture and plot this triangular diagram. هسه احنا بالتجربة مالتنا سوينا تسحيح وعرفنا الاند بوينت، حجم المي السوالي turbidity، يعني turbidity يعني فصل صار two phase. فلو اني مثلا دا اشتغل لجروب نمبر 1 وطلع كمية المي اللي نزلته هو نص مل اللي هو سوالي تربيديتي وصار عندي تو فيس، يعني صار 3 كومبوننت سيستم. انا ما اقدر اطبق، انا هسه عندي الجرام مال استيك اسيد والجرام مال كلوروفورم والجرام هي نفسها مال ووتر، بس ما اقدر اطبقها على المثلث حتى ارسم النقطه، ان كل جروب يقدر يرسم نقطه. هسه انا حسب الجدول عندي الجرامات مال كل ماده بس ما اقدر ارسمها، لازم احولها الى percent weight by weight. شلون احولها؟ لازم اطلع total weight of the system. total weight of the system مال النقطة الأولى اللي هي 3 component system بها acetic acid chloroform water. ال weight of acetic acid من الجدول ناخذه نص، ال weight of chloroform من الجدول، وال weight of water هي ال end point. طلع لي total weight of the system 10.5 جرام. هسه أقدر أطلع and percent weight by weight of each component. For acetic acid هو يعني بيها بالتجربة الأولى هو نص جرام، شلون أحوله إلى percent؟ أقسمه على total weight اللي طلعت 10.5 وأضربه في 100
راح يطلع لي 4.76% weight by weight. For chloroform اللي بالجدول هو 9.5 أقسمه على 10.5 multiply by 100 equal 90.5% weight by weight. The same for water. أيضا أنا عندي ال end point 0.5 أقسمها على ال total weight of the system 10.5 أضربها في 100 راح يطلع لي 4.76% weight by weight. هسه أنا عندي نقطة كاملة، نقطة 3 component system بها ثلاث مكونات أستك أستك chloroform water، أقدر أطبقها على المثلث وأخلي أحدد النقطة الوحدة. طبعا هسه أنا صار عندي النقطة الأولى كاملة، بقية الconcentration هم يسوي لي نقاط وأرسمها وين؟ على المثلث، وبعدين أرسم أربطهم النقاط وأرسم البينودال. إلى هنا انتهى مختبرنا الثالث. Thank you for listening.